اهلا ومرحبا بكم في النشره الجويه نهار الاربعاء. غادي يكون الطقس جد حار داخل وشرق البلاد، خاصه بالجنوب الشرقي وشرق الاقاليم الجنوبيه. غتشكل سحب منخفضه كثيفه بالقرب من السواحل، مصحوبه بكتل ضبابيه في الصباح وخلال الظهيره، وغتهب الرياح ضعيفه الى معتدله من القطاع الشمالي بالشمال وبالسهول الغربيه وبجنوب البلاد، وضعيفه من القطاع الشرقي بالسفوح الجنوبيه الشرقيه. غتراوح درجه الحراره الدنيا ما بين 18 حتى 21 درجه بالسهول الاطلسيه وبغرب الاقاليم الجنوبيه، وما بين 22 حتى 27 درجه بالساحل المتوسط الوسطي بسهول تادلة ورحامنة، وكذلك بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية. أما درجة الحرارة العليا فغادي تتراوح ما بين 28 حتى 33 درجة بالساحل الأطلسي، وما بين 34 حتى 39 درجة بالساحل المتوسطي، وما بين 39 حتى 43 درجة بسهول تادلة رحامنة تنسيفت داخل سوس وبسيس وبهضاب الماس والفوسفات والمنطقة الشرقية، وغتوصل إلى 44 حتى 46 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية البلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. إلى هنا كتنتهي أحوال الطقس، بسلام عليكم.